حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف الحالي للعراق عند CAA1 محذرة من تزايد انعكاسات الحرب الدائرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة على العراق. قالت الوكالة إن الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال ما يزال يتركز في المقام الأول في غزة، لكن تصعيده إقليميا سيكون له تداعيات اقتصادية على العراق، مشيرة إلى أن أي تصعيد في التوترات في الخليج العربي من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية. أعلن البنك المركزي العراقي بدء توريد دولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية في الخارج، وأشار البنك المركزي إلى انتهاء الإجراءات لفتح حسابات بالدرهم الإماراتي والتفاهم مع تركيا لإجراء تحويلات باليورو أو العملة التركية. وأكد محافظ البنك المركزي علي العلاق استمرار التواصل بين المركزي العراقي والخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن بداية الشهر المقبل ستشهد اجتماعا جديدا بين الأطراف الثلاثة. أعلنت مديرية شرطة الطاقة في العراق ضبط أوكر لتهريب المشتقات النفطية في بغداد، وذكرت المديرية أنه تم ضبط كراج معد لتدوير وتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم كان متواجدا داخله. وأضافت أن العملية أسفرت عن العثور على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام والسعات ومضبوطات أخرى، وأنها صادرت جميع المضبوطات. بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة بين البلدين. وبحث الجانبان في أنقرة مختلف قضايا التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما محطة أقويو النووية ومركز الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه في تركيا. انكمش اقتصاد ألمانيا قليلا في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي الذي نشر في أواخر تشرين الأول انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1%، وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، بأمان الله.